دكتور، في أخ سائل بيسأل بيقول بعض الزوجات تعاقب أزواجها لأسباب واهية بمنعهم من المعاشرة الزوجية. بيقول زوجتي منعت نفسها عني بسبب مشكلة مع أخوها، وأنا يعني حاولت الصلح بيني وبين أخيها ولكنه رفض. فبيسأل الدكتور على حكم الزوجة اللي تفعل هذا الأمر يعني. والله يعني انا عفوا يعني اذا كان هذه الصوره على الصوره اذا كان على النحو والصوره المعروضه لحضرتك الان ديت يذكرني هذا بحديث الصحابي الجليل سلمة ابن صخر البياضي. سلمة ابن صخر البياضي وقع خلاف بينه وبين بين بينه وبين زوجته وظهر منها، وبعدين بعد كده راح لاهلها فالجماعه ضيقوا عليه فتركهم وذهب الى الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال الرجل كما في الحديث الصحيح: وجدت عندكم الضيقه، وجدت عندكم الضيق عند أهل زوجته، وجدت عندكم الضيق وأتيت رسول الله فوجدت عنده الفرج والسعة. وجد عند أهلي الضيق وسوء الرأي، الضيق وسوء الرأي، وجد عند الرسول السعة والفرج. وعفوا ليختلف يعني زوجها مع أخيها، ما علاقة هذا بما بينها وبين زوجها وبينهما ميثاق غليظ كما قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وعصيان المرأة لزوجها أيا ما كان سبب ما دام غير شرعي يعتبر كبيرة من الكبائر. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. والحديث الآخر عن أبي هريرة: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، هاجرة يعني تركت الفراش الخاص بينهما، إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. الفرق بين الحديثين إيه يا أخي طارق؟ الفرق بين حيث ان الحديث الاولاني بيقول الذي في السماء كان ساخطا عليها، والحديث الثاني الملائكه تلعنها والعياذ بالله. ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ من تسمع هذا الكلام هل تبقى على هذا الحال؟ وفي حديث اسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: مر بنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ونحن في نسوه فسلم علينا وقال: اياكن وكفران المنعمين. إياكن، إياك أسلوب تحذير، مثل عليك في الحديث المشهور عليكم بالصدق وبعدين إياكم الكذب، فعليك في اسم فعل أمر معنى إلزم كذا، وإياك يعني احذر كذا. إياكن وكفران المنعمين. بمعنى يا دكتور؟ أيوة. قلنا رسول الله: وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها. تطول أيمتها، أيمتها يعني إيه؟ الأيم هو من لا زوج له من الإيه؟ من لا زوج له، رجلا كان امرأة، بكرا كان أو ثيبة، كل من لا أيم، كل من لا زوج له فهو أيم. يقول تعالى في النور: وأنكحوا إيه؟ الأيام منكم. الأيام، فالأيام جمع أيم. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام عن كفر منعمين، يقول: لعل إحداكن تطول أيمتها، تظل فترة لا زوج لها بين أبويها وتعنس، تعنس، ثم يرزقها الله تعالى زوجا ويرزقها منه الولد وقرة العين فتغضب الغضبة، تغضب الغضبة فتقسم بالله فتقول: ما رأت منه خيرا قط. يا 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 عين في عينك كده يعني، عفوا كيف يعني، كيف يعني ما رأيت منه، كيف التقيتما، كيف الولد هذا جاء، يعني تقسم بالله ما رأت منه خيرا قط. نص الحديث: فذلك من كفران نعم الله وذلك من كفران المنعمين. هذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين هو في رواية أخرى، كفران العشير المشهور عند الناس. الرواية الأخرى تقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرت علي جهنم يحطم بعضها بعضا. عرت علي الرسول يا أخي طارق، النبي الوحيد من بين الأنبياء الذي أخبر عن الجنة والنار عيانا بيانا، وسائر الأنبياء أخبروا عن الجنة والنار إيه يعني إيه سماعا فقط لا عن رؤية. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الجنة والنار بالبيان وبالعيان، بالبيان وبالعيان. أما الأنبياء
أما الأنبياء قبلهم فتكلموا عن الجنة والنار بيانا فقط، فهنا الحديث يدل عن أن الرسول رأى النار بعينه. عرت علي جهنم يحطم بعضها بعضا، وذلك حين رأيتموني تأخرت. الرسول كان بيصلي بالصحابة يا أخي طارق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وبعدين يعني هو بيصلي إمام، الصحابة رأوا يتأخر، فقال فالصحابة بعد ما انتهوا من الصلاة لفت نظرهم تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام عن موطئ قدميه. قال عرت علي جهنم يحتم بعضها بعضا، وذلك حين رأيتموني تأخرت، حتى لقد جعلت أتقيها مخافة أن يصيبني من لفحها، ورأيت أكثر أهلها النساء، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، رأيت أكثر أهلها النساء، أكبر نسبة من أهل النار من النساء والعياذ بالله. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 20 سنة 30 سنة أكثر أقل، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، شو التعبير النبوي، شيئا يعني إيه؟ شيء بسيط، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فالمراد بكفران الإحسان تغطيته وجحوده، يعني العبد بيجحد نعم ربنا عز وجل عليه. قال تعالى إن الإنسان لربه لإيه يا أخي طارق؟ لكنود، يعني بيجحد نعم ربنا عليه. فما بالك يعني فيجحدنا الإحسان لضعف، ليه تجحد الإحسان والخير اللي رأته، يعني شافت منه ما لم ترى عند أبويها، لماذا؟ لضعف عقلهن، كما يقول الإمام النووي يقول السبب في أن المرأة ليه بتجحد ساعة الغلط. يعني بعض إخواننا كان يقول المرأة معها خرج، معها يعني حمل بخرجين، خرج في الخلف وخرج قدام، لما يعمل معاها كويس وتبقى مبسوطة تجيب الخرج اللي فيه الحاجات الحلوة، لما تشوف منه حاجة وحشة تقلب تجيب الخرج الثاني وهكذا. فالإمام النووي يقول يجحدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن، فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي الإحسان. الله تعالى يقول في الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.